معكم محمد من قناة صنع النجاح للفصلاء والخياطة. درسنا لهذا اليوم وهو طريقة اللي غادي نفصلوا بها لاجيب كروش دوبل كروش معروفة بتنورة الجرس. أنا تعمدت أني ناخذ دمية باش نعلمكم ناخذوا طريقة ديال القياس بها. أول ما غادي ناخذ به القياس وهو ناخذ قياس الحزام، ناخذ دورة الحزام بهذه الطريقة كما تشاهدون. أنا أخذت القياس ديال الدمية، قياس دورة الحزام، ناخذ قياس الطول اللي غادي نحتاجو بالنسبة للطول التنورة، طول كامل بهذه الطريقة كما كنتم تشاهدون. ناتي بقطعتين كما قلت لكم، غادي تجيني دوبل كروش واحدة ملتصقة مع واحدة. ناخذ قطعتين بهذه الطريقة، القطعة الأولى وهذه القطعة الثانية. كما تشاهدون نقوم بثاني قطعتين بهذه الطريقة كما تشاهد على التو نطوي عندي على أربعة كما تشاهد. نضع الواحدة فوق الأخرى الآن نقوم بقياس الحزام الذي قمنا بقياسه على الدمية. وقياس الحزام عندي دورة الحزام مقسومة على 8، أنا خديت دورة الحزام عندي 16 فسنقسمها على 8. هذه الطريقة كما تشاهد. الآن أخذت دورة الحزام، الآن سأقوم بقياس الطول الكامل. نقوم هكذا بقياس الطول الكامل، نفس القياس حتى يأتيني دائري كما تشاهدون. نقوم برسم قياس الطول على الشكل دائري هكذا كما تلاحظون. الآن سنقوم بقص دورة الحزام حسب القياس الذي أخذته. بعد قوم بقص طول كامل شاهد. الآن حصلت على قطعتين كما تشاهد. الآن نقوم بقص القطعة الأولى بهذه الطريقة، نقوم بقص القطعة الثانية بهذه الطريقة حتى أتيني بشكل دائري هذه الطريقة. بعد ذلك نقوم بخياطة القطعتين كما ستشاهدون، قطعتين نقوم بخياطتهما بهذه الطريقة شاهدون. سنذهب إلى آلة الخياطة
القطعتين سوف يتم خياطتهما كما تلاحظون. الآن سنقوم بخياطة القطعتين. كما تشاهدون نقوم بخياطة الجهة الثانية هكذا. تشاهدون بعد خياطة القطعتين كما تلاحظون بهذه الطريقة سنحصل على هذه الطريقة سنحصل عليها. سوف ترون هذه هي الجيب دبل كروش مكونة من قطعتين معروفة بالجيب الجرس مكونة من قطعتين كما تشاهدون بهذه الطريقة. الآن سنقوم قوم بإلباسها إلى الدنيا. أتمنى أن ينال الفيديو إعجابكم. تنساوش الضغط على الجرس والاشتراك في القناة. واللي كان شي سؤال أنا عن الاستفسار والجواب إن شاء الله.